الحلقة رقم 28. التمرين الثاني، لاحظ المخطط البياني. إذن هذا اسمه مخطط بياني، وهنا قال لاحظ المخطط بالأعمدة. إذن نتفق على الأسامي، هذا المخطط البياني يكون هكذا، هذا مخطط بياني. والمخطط بالأعمدة يكون هكذا، مخطط بالأعمدة، هذه نتفق عليها، نتفق على مفردات النص. مفردات النص، ما معنى مخطط بياني؟ المقابل الذي يعطي تطور محصول الزيتون. محصول الزيتون نتفق على هذه المفردة، كذلك تدخل في مفردات النص. هنا عندما تكتب محصول تأتي لك نتائج محصول. ماذا تقصد؟ الجزر، الحمص، القمح، الجلبان، الليمون. أنت تقول له الزيتون، محصول الزيتون هذا هو. لاحظ، عندما يجني الفلاح الزيتون بهذا الشكل، هذا الزيتون، محصول الزيتون. محصول التمر، محصول البطاطا، محصول، هذا محصول الزيتون. في حقل العام صالح خلال 10 سنوات. 10 سنوات أين هي في الرسم؟ هي هذه السنة الخامسة كان المحصول 40، هذه 40 قنطارا، الإنتاج بالقنطار. إذن أعيد، كيف تفعل؟ كيف تقرأ هذا البيان؟ السنة الخامسة كان المحصول 40 قنطارا. نجرب. السنة السابعة كان المحصول 40 قنطار. مثلا السنة الرابعة، مثلا أسألك، أقول لك السنة الرابعة، فماذا تفعل؟ تقول السنة الرابعة كان المحصول، وتأتي إلى هنا وتقرأ هكذا، 30، تقرأ 30. السنة الرابعة كان المحصول 30. القراءة بهذا الشكل. إذن السنة الرابعة المحصول 30 قنطار. إذن اتفقنا على فهم المفردات. ماذا قلنا؟ فهم مفردات النص. كيف نفهم النص؟ عرفنا كيف نفهم النص. السؤال الأول، ما هي السنة التي سجل فيها أعلى إنتاج؟ الإنتاج نبحث هنا، لا نبحث هنا. لو نقول العشر سنوات، الإنتاج، خط الإنتاج هو هذا. من هو أكبر عدد مستعمل؟ 45 هو أكبر عدد، ولكنه ليس مستعمل. 40 مستعمل، إذن 40 مع 2. إذن ماذا نفعل؟ نرسم خط من 40 ونجد تقاطع، نجد التقاطع، يتقاطع هنا وهنا وهنا وهنا. ماذا نفعل؟ نقرأ فواصل هذه النقط، هذه يسموها الفواصل وهذه يسموها التراتيب.
هذه النقطة أقرأ فاصلتها، فاصلتها 2، وفاصلتها 5، وفاصلتها 7، وفاصلتها 8. فماذا أقول؟ أقول أن الاثنان والخمسة والسبعة والثمانية. فماذا أجيب؟ كيف أجيب؟ أجيب هكذا: السنوات التي سجل فيها أعلى إنتاج هي السنوات 2، 5، 7، 8. 2، 5، 7، 8. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني: ماذا تلاحظ على إنتاج السنتين 7 و8؟ ماذا تلاحظ على إنتاج السنتين 7 و8؟ لاحظ 7 و8 هنا، هناك تعليق. هذا الإنتاج السنة الأولى كانت 30، والسنة الثانية كانت 40. من 30 إلى 40 سموه تزايد. إذن سنتعلم كلمات متزايدة متناقصة ثابتة متناقصة. إذن هنا الإنتاج متزايد، وأربعين أربع السنة الثانية 40، والسنة الرابعة 30. ماذا أقول؟ الإنتاج متناقص، الإنتاج متزايد، الإنتاج متناقص، الإنتاج ثابت. متناقص، متزايد، ثابت. إذن إنتاج السنتين 7 و8 مستقر أو متساوي أو ثابت. إنتاج السنتين 7 و8، 7 40 و8 40، أقول ثابت أو مستقر أو متساوي. ما هو الفرق بين أعلى إنتاج وأقل إنتاج؟ إذن أعلى إنتاج هو، من هو أعلى إنتاج؟ هو 40، هو 40. أقل إنتاج هو، من هو أقل عدد مستعمل؟ هل أقول 25؟ 25 غير مستعمل، 30 هو المستعمل، هو 30. الآن ما هو الفرق بين أعلى إنتاج؟ إذن ثالثا، الفرق بين أعلى إنتاج وأقل إنتاج هو 10، لأن 40 ناقص 30 تساوي 10، والعشرة هنا بالطن، بالقنطار، الإنتاج بالقنطار، لا أقول بالطن، الإنتاج بالقنطار هو 10 قنطار، 10 قنطار. الفرق بين أعلى إنتاج وأقل إنتاج هو 10 قنطار، لأن الإنتاج بالقنطار. نقول أكبر عدد مستعمل ناقص أصغر عدد مستعمل. هل نقول 45؟ لا، لأنها غير مستعملة. هل أقول 25؟ لا، لأنها غير مستعملة. أكبر عدد مستعمل هو 40، وأصغر عدد مستعمل هو 30. إحنا ماذا نتخيل؟ نتخيل هذا العدد غير موجود، ونتخيل هذا العدد غير موجود، وهذا العدد غير موجود. من هي الأعداد المستعملة؟ الأعداد المستعملة هي 40 و30، فأقول هذا ناقص هذا. انتهى حل التمرين الثاني وانتهت الحلقة.